السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم من جديد. إذا في الدرس ديال اليوم غادي يكون مرتكز على ثلاثة ديال الكلمات اللي هي A and the. شنو هي A and the في اللغة الإنجليزية؟ هي كلمات تستعمل من أجل التعريف، ومن طبيعة الحال هما من أسهل ما يمكن تعلمه في اللغة الإنجليزية. وإذا بغيتوا تعلموا بالطريقة ديال الاستعمال ديال ثلاثة ديال المصطلحات بقوا معنا حتى لآخر الفيديو لكي تعم الفائدة إن شاء الله. ولكن قبل البدء في الدرس المرجو منكم فضلا وتكرما الضغط على زر الاشتراك واللايك وبارتاجي لكي تعم الفائدة مع الأصدقاء ديالكم. إذا بدأوا الدرس ديالنا على بركة الله. أول حاجة كنعرفوها في الدرس هذا هو أنه A and the ثلاثة ديال الكلمات كي تستعملوا فقط مع الأسماء وليس مع الأفعال. شنو هما الأفعال؟ مثلا إلا خدينا go, read, write, speak, listen، هادو ما يمكنش نستعمل معهم a و an و the. ما يمكنش نقول a go, a do, a speak, a write ولا the sleep. إذا ما يمكنش نستعملها مع الأفعال، كنستعملها فقط مع الأسماء. والأسماء بحالاش؟ بحال book, teacher, student, orange, apple, banana. هادو أسماء من طبيعة الحال ممكن نستعمل معهم a و an و the. إذا كانت هذه هي أول قاعدة اللي خصكم تعرفوها مزيان، هي أنه a an و the كي تستعملوا فقط مع الأسماء وليس مع الأفعال. إذا ثاني حاجة كنعرفوها هي هاد الكلمات هادو اللي كنعرفو اللي قلنا كي تستعمل معهم a و an و the، خصنا نعرفوهم واش معدودة أو لا غير معدودة. وشنو كنقصد بمعدودة؟ هي كلمات مثل book، ممكن لي نقول one book, two books, three books, four books, five books إلى آخره، يعني كنعدهم كنحسبهم. ولكن إلا خديت مصطلح فحال water أو لا sun أو لا moon أو لا oil أو لا butter، هاد المصطلحات هادو غير معدودة. واضح؟ مزيان. إذن إلا كان المصطلح غير معدود يعني ما كياخدش الجمع، ما يمكنناش نحسبوه، شنو كنعملو في هاد الحالة هادي؟ كنستعمل معهم the T-H-E، كنستعملوا معهم the وليس A و an. ما يمكنناش نستعملوها مع الأسماء الغير معدودة، فقط مع الأسماء المعدودة وفي المفرد. النقطة الثالثة اللي خصنا نعرفوها هي أنه إذا كان الاسم هذا الاسم هذا في الجمع، يعني مثلا books, students, teachers, classes, cities, countries, doctors إلى آخره، إذا كان في الجمع ما عمرنا ما كنستعملوا معهم a و an. شنو كنستعملوا في هذه الحالة؟ يمكن لنا نستعملوا the. إذا كنتمنى أن هذه النقطة تكون واضحة. المصطلحات اللي إذا كانت في الجمع ما يمكنليش نستعمل معهم a و an، يمكن لي نستعمل معهم the، ويمكن لي نستعمل معهم لا a ولا an ولا the، يعني كيتسمى zero article، ما كنستعملوا حتى واحد في هذوك الثلاثة. إذا يمكن لي نستعمل the ويمكن لي نستعمل zero article. إذا لكن في المقابل إذا كان المصطلح معدود ولكن في المفرد، هنا في هذه الحالة هذه كنستعملوا إما A أو لا an. مثلا إذا كان عندي doctor, teacher, table, apple, orange، هذو مصطلحات في المفرد. إذا شنو كنستعمل معهم في هذه الحالة؟ ما كنستعملش معهم كنستعمل بطبيعة الحال إما A أو لا an. والسؤال هو وقتاش كنستعمل A وقتاش كنستعمل an؟ المسألة بسيطة أيها الإخوة الكرام، فقط أنني كنكون عارف شنو هما الحروف اللي كيخرجوا الصوت ديال vowel. في الإنجليزية كاينة 26 حرف كما كنعرفوا، ولكن كاينة خمسة حروف اللي هي A E I O U. هاد الخمسة ديال الحروف كيعملوا الصوت ديال الفاول، هادو كيتعتبروا فاولز وكيديروا الصوت ديال أ. إذا أي صوت في الإنجليزية أو أي حرف في الإنجليزية كيعمل الصوت ديال أ كنعتبروه فاول. واضح؟ إذا شنو كنعملوا في هاد الحالة هادي؟ كنشوفوا واش عندنا الكلمة كتبتدي ب واحد من الحروف اللي كيعملوا الصوت ديال أ. مثلا إلا خلينا أبل، أبل كتبدأ بأ اللي هي أ، إذن فيها الصوت ديال أ أ، إذن ما يمكنش نستعمل أ أبل. إذن حتى الطريقة ديال النطق ما كتجيش مزيان، إذن حتى الجمالية ديال النطق ما كتكونش هي هذيك. شنو كنستعملوا في الحالة؟ كنستعملوا أن أبل. كيوقع واحد الاختلاف ما بين الA والA اللي عندنا في الكلمتين بجوج، ما كنبقاش a apple كتولي an apple. إذا أي كلمة كتبدأ بالصوت ديال a a
كنعملوا معها ان ماشي اي. ولكن في المقابل اذا كان بوك دكتور تيتشر ستريت مينستر هادو كيبداو بحروف ما كتعملش الصوت ديال ا. في هاد الحاله يمكن لي نعمل اي غير ا، يعني كتولي ا دكتور ا تيتشر ا ستودنت ا بوك ان ابل. طبعا الحال بدات ب ا كما قلنا في السابق، اذا ما يمكنناش نعملوها. مثلا اورنج، اورنج في هاد الحاله كتبدا ب او، يعني ا او ا كاين ا. شنو كنديروا؟ ماشي كنديروا ا اورنج، اذا الصوت كيخرج ا ا، كنعملوا ان اورنج. اذا هادو هو وقتاش تستعمل اي وقتاش تستعمل ان. فقط كتعرف الكلمه المواليه واش كتعمل الصوت ديال ا. الا كانت كتعمل الصوت ديال ا كدير ان، ولا ما كانتش كدير الصوت ديال ا كتعمل اي. اي بوك، اي تيتشر، الى اخره. اذا كان الدرس بكل بساطة هو هذا، وقتاش تستعمل A، وقتاش تستعمل أن، وقتاش تستعمل The. وغادي تلقاو إن شاء الله تمارين مرفوقة بهذا الفيديو في الوصف لتحت، بطبيعة الحال مرفوقة بالوصف. إذا نتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هذا الدرس هذا، وعرفتوا كيفاش تستعملوا A و أن و The بطريقة مبسطة جدا. إذا غير باش نختصروا ونلخصوا المسائل كاملة في هذه النقط التالية. إذا أول حاجة A و أن و The كيتستعملوا مع الأسماء وليس مع الأفعال. ثاني حاجة هي واش الأسماء معدودة أو لا غير معدودة. ثالث حاجة إذا كان الاسم في الجمع كنستعملوا معاه ما كنستعملوش معاه A و أن. إذا كان غير معدود كنستعملوا معاه The. وإذا كان اسم معدود في المفرد كنستعملوا معاه إما A أو لا أن. وكنرجعوا نشوفوا هذاك المصطلح واش كيبتدأ بصوت ديال أ. إذا كان كيبتدأ بصوت ديال أ كنديروا أن بحال أن أبل. وإذا كان الصوت كيبتدأ من غير المصطلح كيبتدأ من غير الصوت ديال أ كنستعملوا A، مثلا A doctor A teacher A student إلى آخره. إذن شكرا على المتابعة، نلقاكم على خير في درس قادم إن شاء الله على هذه القناة.